تحية شكر وتقدير للمتتبعين سامي عمر، فاطمة عركوبي، سعيد خيالي. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم ام اش فلوغ. اليوم ان شاء الله قررنا نشد الرحال جنة المغرب الصغيرة، او كما كيسميوها البعض بحديقة المغرب. هاد المدينة معروفة بمهرجان هذا الصيت العالمي، مهرجان حبل الملوك، اللي كيتقام كل سنة بمناسبة جني الكرز، وكيتم خلاله اختيار ملكة جمال الكرز ووصفاتها. هاد المهرجان تم التصنيف ديالو من طرف منظمة اليونسكو على أنه تراث عالمي للإنسانية. بلا شك عرفتوا المدينة اللي غنمشيو لها، واللي هي مدينة صفر الجميلة، اللي كتبعد على مدينة فاس بحوالي 28 كيلومتر. هاد المدينة هي اللي قال فيها السلطان المولى إدريس جملته الشهيرة: سأرحل من مدينة صفرو إلى قرية فاس. هاد الجملة كتدل على مدى قدم المدينة، وكتدل كذلك على أنها تأسست قبل مدينة فاس، وبالضبط في القرن السابع، بينما مدينة فاس ما تأسست حتى القرن الثامن. وكتميز كذلك هاد المدينة بموقعها الجغرافي اللي جعل منها طريق تجاري حيوي. بمجرد وصولنا لهاد المدينة الصغيرة المتربعة على سفح الأطلس المتوسط، اندهشنا من الكم الهائل ديال الحقول الخضراء اللي كتواجد بها، واللي كتدل على الغنى النباتي ديال هاد المنطقة. المحب الاستمتاع بجمال الظلال وروعة المجاري المائية، فمدينة صفرو كنعتبروها اختيار مناسب لقضاء عطلة نهاية الأسبوع. ما يمكنش نوصلوا لصفرو ونرجعوا بلا ما نشوفوا الشلال اللي كيتواجد وسط المدينه، وكيتعتبر من انذر الشلالات بالمغرب. هذا الشلال كيتواجد على نهر اكاي اللي كيقسم مدينه صفرو الى جزئين. شلال اكاي كيقصدوه السكان المحليين في الصيف نظرا لبروده المكان بسبب الرذاذ المائي المنتشر من الشلال في الهواء، واللي كيعطي للزائر انتعاش وراحة نفسية. بجوار الشلال كنشوف روعة الطبيعة والأشجار ذات الظلال الوافرة،
والغابات الخضراء المحيطة به، وكذلك مياهه المتدفقة الصافية اللي كتبعث حياة جديدة في الروح وكتأكد بأن السرور روضة من جنان الله. وبالنسبة للناس اللي كتعتبر السباحة الهواية المفضلة ديالهم، فراه بمحيط الشلال كاينين جوج ديال المسابح، واحد ديال الكبار وواحد ديال الصغار، يقدروا يجيو يستمتعوا بهذا الجمال الطبيعي وفي نفس الوقت يمارسوا الهواية ديالهم. خلو بس خلو واللي زاد الاندهاش ديالنا اكثر هي ان هاد المدينة هادي محاطة باسوار عالية كانت كتحصن المدينة في القدم، واليوم كتعتبر من اهم المآثر التاريخية بهاد المدينة هادي. وبالنسبة لمحبي الاثار، فراه كتواجد قلعة في قمة الجبل ما قدرناش الوصول لها نظرا لضيق الوقت. الى عجبكم الفيديو ديالنا ما تبخلوش بلي جيم ولي كومونتير زوينين ديالكم، واللي كيشوف القناة اول مرة بغيت نقول ليه مرحبا بك، دخل اشترك معنا وفعل زر الاشتراك باش توصل بالجديد، وشكرا على المشاهدة.
Let it bang, bang.